أجزاء. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2022 من انتزاع 7039 لقما زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و224 لقما مضادا للدبابات و6787 ذخيرة غير متفجرة و24 عبوة ناسفة، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع مسام 368,351 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.